كما سلط وزير الخارجية الضوء كذلك على الدعوة الجادة التي أطلقها مؤتمر شرم الشيخ إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، وذلك من أجل إعادة النظر في سياساتهم على نحو يضمن إعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز جهود حشد تمويل المناخ اللازم. تمويل تغير المناخ لا زال هو المجال الذي في حاجة إلى الكثير من العمل. 100 مليار دولار أمريكي التزامي تم تقديمها مقابل الدول ولم يلبى حتى الآن. وعدت الدول المتقدمة بأن تفي بهذا الوعد هذا العام بعد 3 سنوات من التأخير، ولكن دعوني أكون واضحا هنا. عدم تقديم هذا الالتزام الهام له أثر مباشر ليس فقط على حجم الإجراءات التي نتخذها على أرض الواقع، ولكن كذلك يؤثر على الثقة بين الشركاء في هذه العملية وكذلك على مستوى الطموح والتحول المتوقع من الدول النامية. والاعتراف بأهمية الأطراف المختلفة والتحديات التي تواجه الدول النامية بشأن عبء الديون وكذلك زيادة تكلفة التمويل ومحدودية النفاذ إلى هذا التمويل،